أحمد صفوان دباغ. الدكتور أحمد هو طبيب داخلية يعمل في ميشيغان حاليا. الدكتور أحمد بده يحكي لنا عن سحب الدعم الحياتي ووقف العلاج في الإسلام. الدكتور أحمد تفضل، يعطيك العافية. السلام عليكم، تسمعوني؟ وعليكم السلام، واضح دكتور، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أشكر الجميع، ما شاء الله شيء بيرفع الرأس، الأخوة اللي شاركوا واللي قدموا محاضرات والمعلومات، وبشكر إخواننا اللي قاعدين على الأرض واللي عم يقدموا الجهد فعلا. يعني أنا جهدي الآن راح يكون بسيط، لأنه الأخوة ما يعني كان دور ما شاء الله ممتاز في عرض المعلومات. أنا عرض بشكل سريع القضية الفقهية واللي بتعلق بالتعاطي مع هذه الحالات، حتى الطبيب بالذات أو الكادر الطبي القائم على العمل ما يشعر بعقد الدم أو التقصير، أو ما يوقع بشيء يعرض حالته للخطر في صدامه مع أهل المريض الذين يتعاملون بالعاطفة أغلب الأحيان، وكل الشعب تعرف أنك مسلح. يعني في البداية بنعرف نحن الدواء هو طرفين، مريض والطبيب. المريض، أنا أذكر قضية المريض لأنه هلا بتهمنا من خلال ما سمعنا الآن، أنه الطبيب المريض مهمته أنه يسعى في طلب الدواء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله لما ينزل دواء إلا أنزل داء إلا أنزل له دواء. فالدواء مطلوب، طلب الدواء. المريض هنا له الخيار، عم نحكي عن الناحيه الفقهيه بعطيكم الاختصار، له خيار انه ياخذ الدواء او لا ياخذه، لكن الا في حاله واحده، اذا تعين ان هذا الدواء سيؤدي تركه يؤدي الى خطر كبير او الى وفاته، مثل واحد عم ينزف مثلا. لكن حتى لو رفض في هذه الحاله لا يعتبر منتحرا، لكن يكون اثما. عم بحكي له هالشغله انا لانه اذا مثل ما قال بعد خصوصي الدكتور عبد الرزاق، قال اذا لانه اذا بحثنا هذه القضيه مع الطب مع المريض اذا كان صاحي يستطيع ان يقرر، ومع الاهل قبل ما تسوء حاله المريض، فممكن هو بنفسه ان يكتب لك او يعطيك خياره، بيقول لك ان اذا تعبت او كان حالتي ما ميؤوس منها فلا تحطوني على المنفس كما يعني كما مر معنا. الطبيب أبيجي هنا ناحية الطبيب، الطبيب واجبه ذكروا الأخوة كلهم يعني أوفوا ويعني وزادوا في ذلك، يعني يبذل جهده، وإخواننا ما بيقصروا هناك الأطباء والممرضين في الكادر الطبي، ويحتسب أن ذلك أجره عند الله سبحانه وتعالى، وهو مثل أي واحد يعني ينقذ هذه الأرواح وهذه يعني الحالات. في حالة أنا نسيت أذكرها أنه تتعلق بالمريض، أنه توعية المريض بتفيد. ليش بتفيد؟ مثل ما قلنا أنه في ممكن هو نفسه يؤثر غيره، بيوفر عليك أنت أن تقع في هذه المعمعة، أن تختار من هو أولى بعلاج، من سنضع المنفس أو لا. مثل معركة اليرموك، نسور كانوا ثلاثة من الصحابة جرحى، وأصحابه بس عنده هيبوفوليميا يعني نقص في حجم سوائل الدم الجسم، وعرض على المعه أول واحد فآثر أخوه، الثاني آثر الثالث، فمات الجميع، لكن ما أحد اعترض عليهم في ذلك. هذا بيريحنا كثير وبيساعد. في شيء يعني هنا يعني أنا بحب أذكره، أنه هذه القرارات وذكروها الأخوة، بس أنا أحب أكد عليها حتى يعني من الناحية الاجتماعية تناسب الواقع في داخل سوريا في المخيمات، أن تكون ذلك موجود، هذه توصيات إما المركز الطبي أو الهيئة الطبية في المنطقة، والأفضل أن تطلع أو يكون موجود معهم في إذا كان مركز طبي كبير الأصحاب الوجهاء أو أصحاب القرار في المنطقة، حتى نتفادى أي إشكال فيما بعد في اتخاذ أي قرار طبي أو قرار علاجي. أنا أذكر هنا يعني حالات التي يجوز فيها إيقاف إنعاش المريض، وهذا اختصار للجنة اللجنة الدائمة للفتوى والبحوث العلمية. هذه من ناحية هذا القرار الشرعي أو القرار الفقهي أو الخلاصة في ذلك. يقول إذا أول حالة إذا وصل المريض إلى المستشفى وهو متوفى يعني استلم خالص، فلا حاجة لاستعمال جهاز إنعاش منفسي، ما في داعي لمناقشة.
هذا الكلام هناك قد يتقبلونه هنا احيانا، لكن الساعه ما صار انعاش له ونضعه ونجرب هناك ما اظن القضيه في مشكله كبيره. الامر الاخر الثاني، اذا كان المريض حالته مزاقه الحاله لكن غير صحيح انعاش، الطبيب والكادر الطبي قدر انه هذا الحالة غير صحيحة، لكن مثل ما قلنا تكون كرايتيريا أو صفات لهذه الحالة توصيف من أكثر من طبيب، تكون لجنة وضعتها قبل ذلك حتى ما يقع الطبيب وهو في غمرة الشغل في العراق أو الخلاف مع أهل المريض أو المريض أو مع أحد آخر. فهنا بهذه لا يعني لا حاجة لاستعمال جهاز إنعاش. الحالة الثالثة، إذا كان المريض عنده مرض مستعصي وغير قابل للعلاج، ونعرف ان الموت محقق مثل ما قلنا بشهاده او بحسب الكرايتيريا حسب الشروط او التوصيفات اللي وضعتها لجنه مختصه من اكثر من طبيب، هنا ايضا لا 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 في داعي انه نستخدم جهاز الانعاش، بل نبقيه لمن هو اخر يعني يستفيد منه. الحاله الرابعه، اذا كان المريض في حاله عجز او في حاله ما تقول برين ديس يسموه خمول ذهني يعني، أو عنده مرض مزمن ذكروا الأخوة ذلك، أو مرض كالسرطان أو حالة متقدمة من فشل كلوي أو مرض قلب أو كذا، وهذا أيضا لا حاجة لاستعمال جهاز إنعاش. أنا أتكلم هالكلام هذا إذا جهاز إنعاش حتى لو كان متوفر، فما بالك إذا كان غير متوفر في ظروف قاهرة ونقص الموارد كما هو الآن. الحالة الخامسة، إذا وجد المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعصي يعني brain injury مثل يقول عندنا هنا، بتقرير مجموعة أطباء أكثر من طبيب حتى ما تكون مسألة شخصية مثل ما قلنا بين الطبيب المعالج أو الطبيب المعالجين وأهل المريض أو المريض، يكون شيء مقرر من قبل وهو يتبع هذه التوصيات. أظن هنا لا حاجة لاستخدام جهاز الإنعاش. الحالة السادسة، إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجدي، ممكن أنت تحطه لكن تعرف أنت في خبرة الطبية والتوصيات والدراسات هذا ما بيناسبه ولن نستفيد منه، فهنا لا حاجة أيضا حتى يعني لاستخدام المنفس أو جهاز إنعاش. وهنا لا يلتفت أيضا إلى رأي أولياء المريض أو المريض في وضعها أو في استعمالها لأن ذلك ليس من اختصاصهم. أخيرا يعني تبقى للطبيب والكادر الطبي الله يجزيهم الخير ويفرج عن شعبنا عن أمتنا، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا المجتهد الطبيب اجتهد وأدى جهده مشكورا يعني، فإذا أصاب فله أجران وإن أخطأ مع حسن النية فله أجر. عندي كم على بعض سؤالين أو ثلاثة يعني مثل اختبار سريع، انه مريض رفض العلاج فمات ما حكمه؟ هل يعتبر منتحرا؟ خيارات الجواب، يعني له ذلك ولا حرج عليه، يعني يستطيع ان يرفض العلاج. السؤال الثاني، يأثم ان تأكد شفاؤه ونجاته من الموت او من ضرر كبير ان ترك العلاج؟ الخيار الثالث، يعتبر منتحرا. من مما مر معنا الجواب هنا يعني يأثم إن تأكد شفاؤه ونجاته من الموت أو من ضرر كبير إن ترك العلاج، ولا يعتبر كما قلنا منتحرا. السؤال الثاني، هناك مريض ميؤوس من حالته، هل للطبيب أن يوقف العلاج دون استشارة المريض أو الأهل، يعني مثل ما مر معنا الحالات السابقة؟ الخيار الأول، لا، ليس على الطبيب أن يستأذن المريض أو ولي أمره إن كان يترتب على ذلك مفسدة. والخيار الثاني، عليه أن يستأذن المريض أو الأهل على كل حال. الحقيقة الجواب الصحيح الخيار الأول، ليس على الطبيب أن يستأذن المريض أو ولي أمره إن كان يترتب على ذلك مفسدة، يعني مثل ما أنه يصير مشكلة صدام مع الأهل صدام مع الناس قد لا يفهمونه، أو يوقع الكادر الطبي أو القائمين على العمل في حالة تعرض نفسه للخطر. السؤال الثالث، مريض لا جد من إنعاشه وإنذاره سيء جدا لكن قرر الأهل أو المريض أن يستمر بالإنعاش، فهنا الخيارات الجواب، يجب على الطبيب النزول على رغبة المريض أو الأهل على أي حال. الخيار الثاني، يجب على الطبيب استشارة المريض أو الأهل حتى في حال نقص الموارد. الخيار الثالث،
لا يجب عليه أن يستشير المريض أو الأهل، بل له أن يوقف الإنعاش إن رأى أن المصلحة تقتضي ذلك. أظن كما مر معنا الخيار الصحيح هو آخر هو الثالث، لا يجب عليه أن يستشير المريض أو الأهل، بل يوقف الإنعاش، يعني هنا يسحب المنفس كما ذكرنا، إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك وفق الشروط التي وضعت وتضعها اللجنة الصحية المختصة في ذلك. والله أعلم، شكرا لكم. يعطيك العافية دكتور أحمد، شكرا لك. حاليا ما عندنا أسئلة، وكما مثل ما حكينا فينا نكتب أسئلة ونشارك لاحقا مع المحاضرين. الله يعطيك العافية دكتور أحمد، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. ممكن بس سؤال سريع دكتور أحمد؟ تفضل. سامعك، نعم. السلام عليكم، الله يعطيك العافية. بالنسبة لهي المقالة بالنيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن، لما في نقص الموارد للمحسنات، في اعتراض شرعي على المبادئ اللي حكوا عليها انه يعطي الواحد افضليه للناس اللي احتمال تعيش اكثر؟ ما 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 في مشكله اخي، بس انت بتعرف في بلادنا المشكله انت بدك انت تحط قانون او شيء مسبق حتى الناس تتقبله، انه بده يصير بجوز يرفعوا السلاح على الطبيب او على الممرض. بس ناحية الشرعيه انت تجتهد، ومتمنى المجتهد له أجران، يعني أنت بتقدر أي مصلحة أقل مفسدة، مصلحة أكبر إذا عالج هذا المريض من المريض الثاني، والمفسدة تكون أقل. لا تقدم، ما في حرج شرعي، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. تمام، شكرا. أهلين أخي. طيب، يعطيك العافية دكتور أحمد، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. أهلين.